بس خلي بالكوا برضو احنا في الثلاث سنين دول زدنا 6 مليون. زدنا كم؟ انا ما اقصدش بالكلمه دي اي حاجه، لكن بحط قدام منكم برضو الصوره جنب بعضها. وكنت انا قلت مره بس مش هقول الاعداد، يعني مش هقول الدول يعني، وبقول لكم عندنا في مصر نتيجه فضل الله علينا والامن والسلام اللي احنا عايشين فيه، في 9 مليون ضيف. كم؟ 9 مليون ضيف. وفي ال7 أسابيع اللي فاتوا دول عبر نتيجة الظروف اللي بتحصل مع أشقائنا في السودان أكتر من 220 ألف. 220 ألف، 220 ألف إنسان دخلوا عشان الظروف اللي موجودة. وبالمناسبة ويمكن من هنا فرصة أن أنا أقول لأشقائنا في السودان وأقول لأي بلد، خلي بالكم. لما كنت أقول دايما خلي بالكم من بلدكم، خلي بالكم من بلدكم، كان الناس يقولوا إيه؟ هو بيقول الكلام ده ليه؟ هو بيقول الكلام ده ليه؟ كنت بقول الكلام ده لأن أنا شفت، وربنا أراد إن إحنا كلنا نشوف، لما حصلت مشاكل في بلاد أخرى البلاد دي الناس ما قدرتش تقعد وسابت بلادها وجت. جت عندنا وجت في حتت تانية. جت عندنا وجت راحت دول تانية. يعني أنا قلت مش عايز أقول دول عشان ما حركش حد، لكن أعرفوا إن الدول اللي حصل فيها مشاكل واقتتال جي منهم عندنا هنا ملايين ما عايشين معانا. طب إحنا ظروفنا صعبة، كنا ممكن نقول لا، بيخش المدارس بتاعتنا، المستشفيات اللي موجودة، يعني احنا بنتشارك اللي موجود. اللي موجود مش كتير، اللي موجود مش كتير، لكن احنا ايه؟ بنتشارك فيه. طيب